مرحبا بكم في عرضنا التقديمي حول ثقافة دي أكسن. تم تصميم ثقافة دي أكسن بناء على القيم الأساسية والمبادئ والمعتقدات والفلسفة الخاصة بدي أكسن. تم إطلاقها وتأسيسها من شغف المؤسس والرئيس التنفيذي الداتوك دكتور ليم سيوجين. تعمل ثقافة دي أكسن كأساس وعمود لدي أكسن. لكي تكون ناجحاً في القيام بأعمال دي أكسن، يجب أن تكون نموذجاً مصغراً لدي أكسن. هذا يعني أنك جزء لا يتجزأ من دي أكسن ولا تختلف عن دي أكسن نفسها. أنت بحاجة إلى نسخ ثقافة دي أكسن وجعلها خاصة بك في القيام بأعمال دي أكسن. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها أن تكون موزعا ناجحا لدي أكسن، وهي المفتاح الرئيسي لتصبح مليونيرا. تتمتع رؤية الشركة التي وضعها الرئيس التنفيذي لشركة دي أكسن في تعزيز الصحة والثراء والسعادة. المفهوم الأساسي وراء هذا البيان هو أن حياتنا ستكون كاملة إذا كنا أصحاء وأثرياء وسعداء. مغزى آخر لبيان الرؤية هو أن الصحة يجب أن تكون موثوقة وميسورة التكلفة ودائمة، بينما يجب أن تكون الثروة كافية لتحقيق أحلامك. ولا ننسى مشاركة السعادة مع من حولك. تتوافق مهمة دي أكسن مع هدف منظمة الصحة العالمية WHO، وهو تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة. من المتوقع أن تبلغ قيمة صناعة الصحة والعافية 50 تريليون دولار أمريكي في سنة 2050. نظراً لتصنيف منتجات دي أكسن عموماً على أنها منتجات ذات صحة وثراء، فأنت تعمل في صناعة ذات طلب سوق ضخم. مع هذا الطلب الهائل على منتجات دي أكسن، من الواضح أنك تتجه نحو الثراء والنجاح. مفاهيم دي أكسن هي إيكا ميندا، والتي تعني عقلاً واحداً، إيكا ناغا، وتعني تنيناً واحداً، وإيكا باسار، والتي تعني عالماً واحداً، سوقاً واحداً. يتطلب مفهوم كونك عقلية واحدة أن تكون مركزاً وملتزماً في القيام بأعمال دي أكسن. يميل وحيد القرن إلى السقوط، ولا يمكنه الجري للأمام إذا حاول النظر إلى اليمين أو اليسار. بنفس الطريقة ستفشل إذا ابتعدت عن تركيزك. قد تعتقد أن العشب على الجانب الآخر أكثر خضرة، ومن ثم تميل للقفز فوق السيار، ولكن بمجرد دراسة التفاصيل ستدرك أن الأمر ليس كذلك دائماً. الطريقة الوحيدة لكي تكون ناجحاً هي أن تقرر ما ستفعله في حياتك، ثم اعمل بجد لتحقيق الهدف الذي حددته. تعلم أن تقدر ما لديك أثناء وجودك مع دي أكسن، ثم ستدرك أن دي أكسن هي بالفعل أثمن كنز يمكن أن تمتلكه على الإطلاق. يعني مفهوم التنين الواحد أن كل عملية في إنتاج منتجات دي أكسن، بدءاً من الزراعة والمعالجة والتعبئة إلى تسويق المنتجات، يتم إجراؤها جميعاً فقط بواسطة دي أكسن تحت رقابة صارمة على الجودة. يتيح مفهوم عالم واحد سوق واحد لشركة دي أكسن الإبحار في جميع أنحاء العالم مع النمو المستمر. في هذا المفهوم لا تمارس دي أكسن أي تحيز على الإطلاق. ثقافتك أو دينك أو جنسيتك
أو تعليمك لا فرق، لأن كل موزع يتمتع بنفس الحقوق والامتيازات. تقدم DXN فرصا متساوية للجميع. لا يهم إذا كنت غنيا أو فقيرا، أو ربة منزل مشغولة أو طالبا، والدا كنت أو متقاعدا، معافا أو موظفا حاليا بدوام جزئي أو بدوام كامل، أو عاطل عن العمل. بموجب مفهوم DXN لسوق عالم واحد، يتم منحكم جميعا نفس الحقوق والمزايا. مهمة DXN هي معاملة الموزعين ومراكز الخدمة والإدارة على أنهم ثلاثة أطراف متبادلة، لا أحد منهم يستطيع الاستغناء عن الآخر. هذه الأطراف الثلاثة هم شركاء أذكياء قريبون جدا، يعملون من أجل المنفعة المتبادلة للجميع، ويدعمون بعضهم البعض لتحقيق هدف واحد مشترك في القيام بأعمال DXN. تؤيد ثقافة DXN فكرة بدء عمل DXN على أساس صغير من دولة إلى أخرى ومع موزع واحد، ثم تطوير الأعمال إلى شبكة عالمية. لا يوجد طريق مختصر لتحقيق النجاح. من أجل تحقيق أحلامك يجب أن تعمل بجد للغاية. لكي تنجح في القيام بأعمال DXN عليك أن تقدم نفسك وتتبنى ثقافة DXN. لا يمكن لأي موزع أن ينجح بين عشية وضحاها ومن خلال شراء المركز أو الرتبة، فإن ذلك يؤدي فقط إلى ظهور أمل زائف. لا يمكن الحصول على دخل ثابت ومستقر من الوظائف المصطنعة. إن أعمال DXN ليست خطة للثراء السريع، لذلك مرة أخرى لا يوجد طريق مختصر للنجاح. لا يمكن الحصول على النتائج الإيجابية إلا من خلال العمل الجاد عالي الجودة. تمارس DXN دائماً عدم التعزيز من خلال امتلاك أصول أكثر من الخصوم. بعبارة بسيطة، لا تنفق أكثر مما تكسبه. يمكن أن يؤدي إنفاق أكثر مما تكسبه إلى الإفلاس. في ثقافة DXN لا نسمح للناس أن يكونوا مدينين لك، ولا يجب أن تكون مدينا أيضا للناس. لا يسمح لمراكز الخدمة أيضا بتقديم قرض المخزون للقادة أو استعمال نقاط للصيانة الشخصية التي تؤدي إلى ظهور مخزون سلبي. DXN لا تنفق أكثر مما ينبغي. من خلال تجنب الإسراف وتوفير الوقت والمال، تستطيع DXN ضمان حصول الموزعين على أعلى مكافآت يحصلون عليها مع عائلاتهم. هذا هو بالضبط ما تعنيه الشخصية القوية ذات الدخل المرتفع. عند القيام بأعمال DXN لا بد أن تواجه مشاكلاً. إذا كنت على استعداد للنظر إلى الجانب المشرق من أي مشكلة تواجهها، فغالباً ما ستصبح أشياء إيجابية ستساعدك على النمو. بدلاً من تجنب مشاكلك، ابحث في السبب الجذري وابحث عن الحلول. بمحاولة حل مشاكلك ستعزز قدرتك على التعامل مع تحديات الحياة. ستصبح هذه التحديات بدورها فرصا ستوصلك إلى مستوى أعلى من النجاح. مع هذا الناجي من التفكير الإيجابي سوف تكون قادرا على النمو. دائما ما يساوي مستوى نجاحك مستوى تطورك الشخصي. تشجعك نظرية المانجو على التركيز على الموقف الصحيح وعدم تشتيت انتباهك عن هدفك. عندما تكون شجرة المانجو في موسمها، تبدأ الشجرة في التفتح وتستمر في إنتاج الزهور. إذا هطل المطر أو كانت هناك رياح قوية، فإن بعض الأزهار ستسقط على الأرض، نظراً لأنه لا يمكن فعل أي شيء للزهور المتساقطة.
فلا داعي للقلق وإضاعة الوقت عليها أيضا. انتبه جدا لتلك الزهور التي لا تزال على الشجرة واعتني بها جيدا. في الوقت المناسب ستتحول الأزهار التي نجت من اختبار الظروف الجوية القاسية إلى ثمار. وبالمثل بصفتك موزعا عليك أن تصمد أمام الاختبار الحقيقي لواقع الأعمال كي تكون ناجحا. لقد تم بناء النظام DXN بقوة لتحقيق النجاح الفعلي. لضمان النجاح هناك عاملان أساسيان يجب غرسهما: التعليم وتغيير العادات السيئة. حقق العديد من موزعي DXN في جميع أنحاء العالم نجاحا باتباع هذا النظام. يمكن القيام بذلك من خلال تعلم ثقافة DXN. يجب الحصول على التعليم للقيام بأعمال DXN. هذا يعلمنا عن تعليم الأعمال في الحياة الواقعية لتحقيق النجاح، ثم الحصول عليها من تجارب الحياة الواقعية. في DXN يشبه الجانوديرما الذهب تماما. في العصور القديمة وصفت الجانوديرما على أنها طعام الملوك، وكانت أيضا تعرف بملك الأعشاب في الطب الصيني التقليدي. سيضمن جعل ثقافة DXN جزءا من حياتك النجاح بالتأكيد. نظرا لأن DXN قادرة على زراعة الجانوديرما لأغراض تجارية، فهي بالفعل منجم ذهب مما سيمهد الطريق لنجاحك المالي. بصرف النظر عن وجود الجانوديرما كمنتج أساسي لها، فإن DXN لديها أيضا 4 ركائز للقوة ستدعمك لتصبح ناجحا. هذه الركائز الأربع هي: استقرار الشركة، تفوق المنتج، خطة تسويقية سخية، وشبكة عالمية. تماما مثل القيام بأي عمل آخر، تشجعك DXN على القيام بأعمال DXN ليس فقط بدوام جزئي أو بدوام كامل، بل على القيام بذلك طوال الوقت. إذا اخترت القيام بأعمال DXN طوال الوقت وخضعت لنظامها الناجح، سوف تكسب أكثر بكثير من الدخل الذي تكسبه كموظف طوال حياتك. ما يكسبه الموظف لمدة 30 عاما يمكنك القيام بذلك في 3 سنوات. يتقاعد معظم الناس ويبدأون في تلقي معاشهم التقاعدي في سن الشيخوخة، ولكن مع تقدم الناس في السن تميل نفقاتهم الطبية إلى الزيادة أيضا، وبذلك ينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس والمرض. عندما تنجح في القيام بأعمال DXN ستتمكن من عيش حياة شابة وغنية وصحية بينما لا تزال تقوم بالعمل. إن عمل DXN هو سباق ماراثون وليس عدوا سريعا. في حين أنه من الممكن أن ينمو عملك بسرعة، فمن المهم أن تفهم أن بناء شبكة متينة يستغرق وقتا. سيكون عليك أن تنمو كشخص للانتقال إلى المستوى التالي، ثم كرر هذا النمط من خلال تعليم معارفك وفريقك مهاراتك المكتسبة إلى فرقهم أيضا. يجب أن تؤمن دائما أنه يمكنك أن تكون ناجحا. لتحقيق النجاح عليك أن تفعل ما بدأته. أولا، لا تبقى أبدا في منطقة الراحة الخاصة بك. هذا يعني يجب الخروج من مستويات راحتك. ادفع نفسك للقيام بأشياء غير مألوفة لك ولا تفعلها عادة. يجب أن تتذكر دائما أن هناك المزيد من الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها لكي تكون ناجحا، مثل تعلم التخلي عن الخير للأفضل. بدلا من التفكير في الأمر على أنه الإقلاع عن التدخين، فكر في أن الأفضل لم يأتي بعد. لا تضع أبدا حدودا مصطنعة ولا تقتضي وقتا طويلا فيما لا يمكنك التفوق فيه. إن إنفاق الكثير من الجهد والطاقة في شيء لا يمكنك أداؤه بشكل جيد هو مضيعة فقط للوقت. مع ذلك لا تتوقف عن التعلم،
هناك دائما مهارات جديدة للتعلم والمعرفة لاكتسابها. كي نعيش الحياة على أكمل وجه يجب أن نبحث باستمرار عن طرق لتحسين أنفسنا. الطيور على أشكالها تقع، هذا لأن الطائر لا يمكن أن يكون مرتاحا إلا في قطيع من نوعه. هذا يعني أن الأشخاص الذين لديهم اهتمامات أو خلفية أو أفكار أو خصائص متشابهة سيجتمعون معا في كثير من الأحيان. يميل الأشخاص الذين لديهم أفكار أو قيم متشابهة إلى التمسك ببعضها البعض، وهذا صحيح في البشر أيضا. إذا احتفظ شخص بصحبة سيئة مليئة بالإخفاقات، فإنه من المؤكد أن هذا الشخص سيصبح فاشلاً أيضاً. الطريقة الوحيدة للنجاح هي التواصل مع الأفراد الناجحين ومحاولة التعلم منهم. لا تضع أبداً حدوداً مصطنعة لنفسك معتقداً أنه لا يمكنك أبداً أن تكون ناجحاً لأنك كبير في السن أو صغير جدا أو غير متعلم أو فقير جدا وما إلى ذلك. استثمر الوقت والمال والجهد في التعليم بدلا من إضاعة الوقت والمال في العادات السيئة. من الأفضل استثمارهم في التعليم، تعليم DXN الواقعي. إذا كنت تعمل على نفسك وتطور من ذاتك وتدرس بانتظام، فإن المكافأة على المثابرة يمكن أن تكون الحرية المالية. يساعدك التعليم المناسب على تحقيق المسؤولية الذاتية عن أمنك المالي. غير عاداتك السيئة. في كثير من الأحيان تكون العادات متأصلة ولا نلاحظها. تعتبر العادات السيئة عقبة كبيرة أمام نجاحك، لأنها تستنزف جهدك ووقتك. تشمل العادات السيئة النميمة، إلقاء اللوم على الآخرين في إخفاقاتك، الإدمان على التلفزيون، ألعاب الكمبيوتر، والوصول بلا معنى إلى وسائل التواصل الاجتماعي. يعد تغيير عاداتك السيئة خطوة مهمة أخرى نحو النجاح. هناك طرق فعلية للتخلص من هذه العادات السيئة، مثل التخلص من الإغراء والتأمل للمساعدة في إعادة برمجة عقلك، أو يمكنك استدعاء عائلتك وأصدقائك للمساعدة، أو طلب مساعدات مهنية. في DXN نقول دائما افعل ما تفعله بشكل أفضل. DXN ستعتني بالباقي. نتمنى لكم التوفيق ونأمل في أن تستمتعوا بممارسة أعمال DXN. اجعل DXN طريقتك في الحياة، وهذا سيجعل